نسكر بالغير ونعطر. وائل عرفنا عم يدرس موسيقى وبده يعلم موسيقى بعدين، ما هيك؟ مهندس الديكور شاطرة وعندك ذوق بالاشياء، هي لك كثير بتشحلوين وملبقة هيدا الموضوع على كثير. ينعاد عليكي تيام، جاي بالريبورتاج شوفي قد ايه انبسطتي كمان. وائل شو بدك تقول للناس؟ هل هالتجربة عم بتحقق ذاتك؟ شو بدك تقول للناس؟ واكيد وصل للناس كتار ان شاء الله. من بعد ما نشوف هالريبورتاج يكون كمان وصل تبرعات، عم بيقولوا لي عم يجي كثير من الاتصالات، رح يودبونا بالارقام حتى انا احسب مزبوط. مثل عاصي الحلاني سفير كمان مؤخرا بالنوايا الحسنه مع يو ان دي بي، لما حكينا وقلنا له في بعض الاولاد بحبوا انه يشوفوك او يلتقوا فيك، شو فكر يعمل ولوين اخذهم؟ منتابع سوا وبنرجع. تبرعاتكم دايما متواصله على الهواء مباشره عبر 0464. منعيد سير انطوانيت اندراوس، وشكرا لانه دايما تزرعوا الفرح باصواتكم السماويه الحلوه وعلى طريقتي. بس لما بدنا نحب لبنان بالرسم والنحت وبالكلمه دغري بيجي ببالنا. رودي رحمي مساء الخير، بشموخك وبكلمتك وبهالنحت اللي بتدوب فيه وبتدوب ميلاد مجيد، وشكرا لانك عندك يعني بتاخدك على مطرح وبتاخدنا معك لعند اليوم. الكلمه قديه مهمه بحلقه مثل هالحلقه او بخلينا نقول بلقاء مثل هيدا اللقاء الميلادي اللي عم نتوجه فيه لكل الناس بكل بلاد العالم من كل الطوائف من كل الاديان من كل المذاهب. ما في تفرقه، عم تبرع الناس وعم بتساعد من دون ما تسال انت شو اسمك ومن وين ومن اي دين. انا بدي اسال سؤالي، اذا عده اوجه من الحياه ومن الصعوبات نفسها وهي ذاتها قدام وجه ربنا اللي بدنا نشوفه بعدين، حلو اعمله معروف، هل اجي الاسم الخير هيدي اليوم ساعدونا فيها، اعطونا شوي من الصادق واللي عنده مطرح وبيعلم بمطرح. عم بيقولوا لي في معنى اتصال كمان، بتصور ان شاء الله اكيد ايد الخير اليوم رح بتكون. مساء الخير جو فرح. اي نعم مساء الخير. مساء الخير، ينعاد عليك ميلاد مجيد وعليكم كلكم وعلى كل اطفال لبنان. الله يخليك، تفضل. انا بحب ساهم ب 10 ملايين ليره للسنجود، لانه انا بعتبر انه من واجب كل واحد اليوم عشيه عم يحضر هالاميسيون على الام تي في انه يساعد الاولاد ليشفوا باسرع وقت ممكن، لانه اصعب شيء بالعالم انه الواحد يشوف اولاد صغار عم تتالم او تتوجع. صحيح. واكيد من واجباتنا كلنا انه نساعد كل واحد قد ما في اكيد، بس انه نساعد لحالها شفائه سريع جدا. شكرا لك جو، يعني تبرعك هيدا اكيد له مطرح مهم عند كل طفل اليوم عم يسمع بده يحس حاله انه لحتى اتحسن انا ورفقاتي بالمركز، وان شاء الله نقدر نساعد هلا اضعافهم بيرجعوا لك. ما في احلى بالكلمه، يعني بس تقول الكلمه بنسمع، بس ترسم على اللوحه كيف نقدر نقرا؟ يعني اوقات بريشه بنفهم شو بدك تقول حتى لو ما كتبت حرف، لانك صادق ولا لا اللي بتكون عم بتقدمه او هاللوحه اللي عم ترسمها بتوصلنا. ليه بتوصل؟ ضمير بالخط، عنده ضمير بالفن، بده يوصل لاخر. في ناس باعوا الجوع وعينين عطشان ناطر تجي يسوع يسوع يسوع، الصرخات قلوب قربانة. صارت لك يا لما في وقت يجبين لك إياها، وقلنا إلا ما يكون بوجودك بحضورك بهيك أجواء يمكن ريشتك بس تلمس لوحة تقدر تطلع. ما بعرف يمكن اللي نحنا رح ننتقل فيه على الأوبريشن روم من بعد ما استاذ جان ماري رياشي اخذ هالمهمه المانجر على الاوبريشن، وعم بيقولوا لي كمان صرنا بمبلغ 80,000 دولار، يعني 120 مليون بتقل 120 مليون ليره 120 مليون ليره، وبعدنا مكملين، وان شاء الله التبرعات شوي شوي كمان عم بتزيد مع اتصالات الناس. استاذ رودي بدي اطلب منك تستلم اللوحة، شو عبالك تخط ريشتك اوبريشن روم لحتى نرجع كمان الناس اللي بقى تتصل بهالعشر دقايق تسمع صوتك كمان يمكن كمان رح نتابع ريبورتاج. هالريبورتاج قصدنا فيه كمان من المشاهير اللي حققوا
إنجاز بأنه يرفع العلم اللبناني على أعلى قمة، قمة إيفرست. ماكسيم شعيا وقت اللي قصدناه وقلنا له كيف مثل ما أنت كان عندك إرادة أنك تتحدى صعوبة، ونحن بنعرف أنه ماكسيم خلال كتفه بعتقد أو صار عنده حصل شيء بكتفه، ولكن حط براسه وقرر أنه هو بده يتحدى هذه الصعوبة وقدر نفذ يلي حطه براسه. هيك قدرنا نجمع بين قصة ماكسيم وقصة هالولاد يلي إذا حطوا براسه على المرض مع مساعدات كتار من الناس اللي اليوم عم يشوفونا من كل بلاد العالم، لأنه مركز سرطان الأطفال بلبنان بيعالج الأطفال من كل الأديان من لبنان ومن خارج لبنان، في بلاد من الوطن العربي كمان عم يتعالجوا بمركز سرطان الأطفال بلبنان. وبعدين أخبركم قصة صغيرة من بعد الفاصل لتفوتوا شوي بجو مركز سرطان الأطفال قبل ما يكون بلبنان، كيف انطلق من لبناني اللي هو أسسه. خلينا نروح إلى تقرير بيجمعنا بمكسيم شعيا مع هالولاد، ورح نعطي تحية بعد التقرير للمكان اللي زرناه ولمونا كمان ساهموا بأنه يحموا ولادنا. رح نشوف ريبورتاج من نرجع بعد شوي، بس خلونا نسمع شوي لأن صوتهم كتير عالي. ايه تفضل. إنسان حساس، مشان هيك كل أعمال نطبق يكون في خدمة على الأرض، وإنت بتحط بتسكب وين ما كنت موجود، ومنعرف قدي عم بتحقق نجاح كتير. ما بعرف عم نتساعد، نحن عم نفرح معهم لهالمشاركة اللي عم يشاركوها الناس المتبرعين. بيقول هلا في تبرع عم بيقولوا لي كمان 3 مليون ليرة، وتبرع تاني 4 مليون ليرة. حلو، يعني 7 مليون. يعني الأبروتش تبعك للعمل بيتغير شيء أستاذ رودي؟ في الفايدة الأولى وكلمة البطرك، يعني هني حاكز لكل إنسان اليوم يشعر بالشعور ويعطي هذا الشخص هو الأمل لكل شخص عم بيعاني هالشيء. وأنا بقول إنه هذا الموضوع بيعاني شخصيا لأنه تجربة منا هيني كمان قطعت فيها، وهي بعتبرها أنا نعمة منا مرض، لأنه هذا المرض الشخص بيرجع يخلق فيه من جديد، يخلق إنسان للأفضل، يخلق إنسان بيعرف معنى الحياة، بيعرف معنى العطاء، بيعرف معنى الصعوبات. ومثل ما المسيح بيخلق اليوم بعرفنا هالعيد هيدا الشيء، هالمرض هالتجربة الصعبة بتخلينا نخلق من جديد لكل إنسان، بتساعد لكل هالحبة الأمل وخيط